الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الجمعة 7 تشرين الأول. تحرك اتحاد نقابات النقل العام أمام وزارة الداخلية جود باي سمر من تنظيم نادي فتنس زون الرياضي وغيرها من التقارير. أما ضيوفنا لليوم فهن شادي نشاب رئيس جمعية أوتوبيا لنحكي معه عن نشاط عرس البطالة ضمن حملة شو بعدك ناطر، وأيضا ضيفتنا الثانية نادية بدران مديرة البرامج بجمعية العناية ونقيبة الأخصائيين بالعمل الاجتماعي لنحكي معه عن برنامج سبيك أب المعني بحقوق المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري HIV. وبيتخلل الحلقة أيضا اتصال هاتفي مع السيد ربيع ماهر نائب رئيس جمعية نعم للحياة لنحكي معه عن دور الجمعية ببرنامج سبيك أب. أما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية. اليوم معنا أستاذ محمد كنج. صباح الخير. صباح النور يا هلا، كيفك اليوم؟ ماشي الحال الحمد لله. تفضل، كيف رح نختم هالأسبوع؟ اجمالا بالنسبة للحال العامة، طقس مستقر على الحوض الشرق المتوسط ليوم الاثنين، بلش يتقلب. نعم. بالنسبة لليوم، اليوم غائم لغائم جزئيا، انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية دون تعديل يذكر بالمناطق الداخلية وعلى الساحل، وتكون ضباب على المرتفعات. السبت قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وانخفاضها بشكل طفيف على الجبال وبالداخل، كما يتكون ضباب على المرتفعات احيانا. اما الاحد فعنا ارتفاع درجات الحراره بالمناطق الساحليه وبتكفي انخفاضها بالمناطق الجبليه، على الداخل عم تكون مستقره. نعم. ممكن نهار الاحد يعني فجر الاثنين يكون عندنا بعض التساقط للرذاذ بالمناطق الشماليه، المناطق الجبليه والمناطق الشماليه. نعم. بس احتمال كتير ضئيل. طيب درجات الحراره قد ايه عم بتكون؟ بالنسبه لدرجات الحراره اليوم على الساحل بين 18 و28 درجه، فوق الجبال من 15 ل22 درجه، بالارز من 9 ل21 درجه، بالمناطق الداخليه بالبقاع من 12 ل32 درجه. الهواء عم بيكون اجمالا ضعيف، اتجاهه شمالي شمالي غربي بين 8 و25 كيلومتر، والرطوبة نسبيا اليوم مرتفعة نسبيا بين 65 و80%. اوكي، بالويك اند بترجع بتنخفض الرطوبة، بنحس شوية بكره. بكره بتنخفض الرطوبة. نعم. من بكره. اوكي، نتمنى لك نهار حلو. لإلك. نتشكرك. يا هلا. صباح الخير جوال. صباح الخير لإلك، للمشاهدين اللي عم بيتابعونا. جولة سريعة على عناوين الصحف اليوم. الجمعة 7 تشرين الأول، بنبدأ مثل العادة مع النهار الحريري يتمهل ومزيد من الجولات، تعويضات وتعيينات مع نفض المقاطعة. ضمن كتلة المستقبل اطلعت على خلاصة التحرك الداخلي والخارجي. حسن خليل يلتقي الراعي اليوم بعد عاصفة السلة. ضمن أسرار الآلهة، ردد قطب أن الوحيد الذي يحق له أن يقول أنه ضد السلة هو سمير جعجع لأنه لا يشارك في طاولة الحوار. توقف تنظيم فلسطيني عن دفع مساهمته المالية في اللجنة الأمنية في عين الحلوي. تبلغ مرجع من جهات مختصة اسم الشخص الذي يقف وراء حرق معمل فرز النفايات في بعلبك. حصل تلاسن بين وزير سابق ومدير إحدى الشركات على هامش إطلاق خطة نهوض لبنان في السراي الحكومية. أجريت اتصالات رمت إلى عدم إثارة موضوع إبعاد السفير السوري في مجلس الوزراء حرصا على بقاء الحكومة. وبختم النهار بقلم مروان سكندر ضمن الافتتاحية ومقال بعنوان حرب الدولار على الغير. في عناوين صحيفة السفير، طبول رئاسية في لبنان وحربية في المنطقة، وقائع من الوساطة بين بكركي وعين التينة، ملف أمني للطراس واحتجاج افتراضي على توقيفه، أعصار جاستا السياسي، لبنان ليس نهاية التاريخ، تحذير روسي من مفاجآت في السماء السورية، خروج آمن من حلب، لغم أم تسوية، وعنوان أخير إسرائيل خلية من الغجر كلفها حزب الله بهجمات. من السفير إلى عناوين صحيفة الحياة يلي كتبت اليوم تهديدات روسية بعواقب ومفاجآت إذا ضربت أمريكا سوريا. الأمم المتحدة تدعو فتح الشام إلى الانسحاب مع أسلحتها من حلب. العبادي يؤكد أن وجودها ليس نزهة، وأنقرة متمسكة بها للمحافظة على التركيبة السكانية. العراق يدول تواجد القوات التركية قرب الموصل.
مستوى مرتفع للتعليم بين عناصر داعش. الحريري يحسم خياره بعد استكمال اتصالاته نصف حضور عوني في اجتماع الحكومة اللبنانية. طائرات التحالف تقصف مناطق يمنية قريبة من الحدود السعودية، معارك دارية شرق باب المندب. ليبيا ترفض إقامة مخيمات على أراضيها، أوروبا تطلق وكالة لإبعاد المهاجرين. وبعنوان أخير في الحياة، المغرب يختار برلمانه الثاني بعد تعديلات الربيع. منتابع جولتنا ومنصل إلى عناوين المستقبل. الحكومة على قيد الحياة، المستقبل تؤيد نداء الكنيسة وتحذر من تدهور الاقتصاد، وإيران تلتزم الصمت الرئاسي. موسكو تتباهى بفعالية أسلحتها، وأوباما يدرس عقوبات جديدة. دمستورة حلب الشرقية عرضة للدمار التام. إيران تريد رئيسا يعترف بدورها لبنانيا وإقليميا. إسرائيل ترحل المتضامنات على السفينة زيتونة جوا. مجلس الأمن يرشح غوتيريز لمنصب الأمين العام. لجنة الحكام ترصد أخطاء عدة في ديربي الأنصار والنجم بالأخبار الرياضية. وأيضا في المستقبل، المغرب يبقي العدالة أم يختار الأصالة؟ وبختم بقلم أسعد حيدر مقال اليوم بالمستقبل بعنوان حلب غيرت مسار الحرب والمفاوضات. من المستقبل إلى الأنوار، كتلة المستقبل تتريث في إعلان موقفها النهائي من انتخابات الرئاسة. دمستورة يستعد للتوجه إلى حلب. العراق يدعو مجلس الأمن لبحث الوجود التركي على أراضيه. إضراب السائقين يمتد إلى مراكز المعاينة الميكانيكية. اشتباكات في حلب وتفجير داعشي على الحدود. وبالأخبار أو بقلم المحلل السياسي، جدول بالإهمال والمطلوب رئيس جمهورية أولا. موسكو تحذر واشنطن من قصف الجنود الروس في سوريا. عباس غادر المستشفى بعد فحوصات للقلب. وبالأخبار الاقتصادية، 152 تريليون دولار ديون الدول العالم. وبختم بقلم رفيق خوري، بوتين والقياصرة والسوفيات، ثوابت الجيوبوليتيك الروسي. من الأنوار جولتنا متابعه مع عناوين صحيفة اللواء. الحريري للكتلة، بري وجنبلاط والكتائب لا يؤيدون عون. مجلس الوزراء يجتاز قطوع التعيينات، وموفد عين التين إلى بكركي قبل الجلسة التشريعية. موسكو تحذر من ضرب الجيش السوري، وواشنطن تواصل مناقشة خيارات عسكرية. النظام يدخل بستان الباشا، ودمستورة لمرافقة خروج مقاتلي النصرة. بقلم نادين سلام مقال اليوم في اللواء بعنوان جمهورية الأهواء السياسية. أنقرة ترفض الانسحاب، وبغداد تلجأ إلى مجلس الأمن. تركيا، قواتنا ستحمي التركيبة السكانية للموصل. أيضا في اللواء، إعلان بيروت حول الإصلاح التربوي للوقاية من التطرف بالمجتمعات العربية. ترحيب إسرائيلي بخلافة غوتيريز لكيمون سيكون أقل هجوما على تل أبيب. وبعنوان أخير، اتحادات النقل البري 17 الجاري إقفال للميكانيك. من بعد اللواء عناوين صحيفة البلد وبعنوان الرئيسي، التيار يزخم الحكومة بنصف مشاركة والرئاسة إلى الثلاجة. الأحمد للبلد، المخيمات مستقرة وتتجه نحو الأفضل. الضم والفرس في صيدا بحسابات شخصية. دليل إدارة النفايات الصلبة، خارطة طريق لمن أضل الحل. الجيش يتقدم في حلب، والأسد يتعهد بطرد المسلحين. وبعنوان أخير، اسطنبول في مرمى التفجيرات مجددا. من بعد البلد بنوصل إلى الصحف باللغات الأجنبية بترجمة إلى عناوين The Daily Star اليوم. جلسة مثمرة لمجلس الوزراء وبري يهدئ الأجواء. ما الذي يجب معرفته حول قوة روسيا في سوريا؟ من بعد ديلي ستار لوريان لوجور وفي عناوينا وبالعنوان الرئيسي حول ملف الأزمة السياسية، انطلاقة خجولة لجلسة مجلس الوزراء ولكنها غير ثابتة. ضمن أزمة النفايات، في كواليس إعادة التدوير. نوصل إلى الشرق وفي عناوينا، بري يوفد خليل إلى البطريرك اليوم، دعم التفاح والقمح وأيوب رئيسا للبنانية. 63 ألف قارورة غاز تستبدل قبل نهاية العام. الشيخ طراس في عهدة المعلومات، وإجراءات مشددة حول عين الحلوة. النقل يهدد بإقفال مراكز معينة نهائيا في 17 الجاري. إنقاذ 11 ألفا في المتوسط خلال يومين. اتفاق صيني سعودي يطيح الدولار. وأيضا في الشرق، القاعدة تخطط لضربة فتاكة لأوروبا. أما عناوين
أو عنوان المقالة بقلم عون الكعكي اليوم، وماذا عن ضحايا الحروب الأمريكية؟ وعلى يمين الصفحة إذا فينا نشوف الصورة للقطار السريع يلي ناوي تنفذه الإمارات بظرف سنين قليلة وصولا إلى 2020، وصورة بعنوان 2020 أسرع وسيلة نقل إماراتية. إذا عم نشوف هيدا القطار السريع مجسم لإله يلي ناوية أو حاطة براس الإمارات أنه تنفذه من هلأ لسنة 2020. من الشرق إلى الشرق الأوسط، أوباما يحيد الخيار العسكري ويوسع العقوبات ضد الأسد، موسكو تقبل مبدئيا المشروع الفرنسي لهدنة في حلب، دمسورة يعرض مرافقة النصرة خارج حلب. وزير التنمية التركي قال للشرق الأوسط إن القانون مناف للأعراف الدولية ولا يمكن القبول به. أنقرة تكشف عن تحرك إسلامي أوروبي لمواجهة جاستا. توقيف إيراني في الجوف يكشف عن خطط حوثية لبناء الحوزات. هدنة جديدة لليمن والرهان التزام الانقلابيين. وبعنوان أخير في الشرق الأوسط، حجمها 152 تريليون دولار، ولاغارد تحث الحكومات على مواصلة الاقتراض لتعزيز النمو. العالم يغرق في الديون والدول الكبرى أكثر المتضررين. بختام جولتنا بنعمل جولة على عناوين الجمهورية يلي كتبت لليوم: حزب الله يتوسط بين بر وعون، معطيات الساعات الأخيرة من مبادرة ترشيح عون، التشكيلات الجديدة بالأسماء ورواية عرقلتها، وبختم مع صورة رئيسية لاعتصام الاتحادات ونقابات قطاع النقل البري امبارح أمام وزارة الداخلية، والصورة بعنوان إقفال مراكز المعاينة. مع هالصورة من الجمهورية ممكن نوصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف. بريك أول ومنرجع منتابع، خليكن معنا.